مرحبا، يعطيك العافية. هلا راح أبلش بجابتر 2 لفارماكولوجي 2 اللي هو عبارة عن الأنتي هيستامين. هلا هذا الشابتر بيحكي عن الحساسية وكيف إحنا بدنا نتخلص من الحساسية ونمنع إنه يصير عنا اللي هي الرياكشن اللي بيسببوا الحساسية عنا. طبعا الالرجي او اللي هي عباره عن الحساسيه هي عباره عن هايبر سنسيتيفيتي ديس اوردر، يعني هي عباره عن مرض فرط الحساسيه بصيب ايش الاميون سيستم. هلا ليش بصيب، كيف يعني بصيب الاميون سيستم؟ بيكون عندنا ماده طبيعيه موجوده بالطبيعه او غيرها، تمام؟ ايش بتعمل؟ بتعمل تفاعل مع الاميون سيستم مما بيؤدي لايش، ليصير عندنا اللي هي الالرجي التحسس. Allergic reaction occur when person immune system، يعني immune system جهاز المناعة تاع شخص معين react، تتفاعل to normally harmless substances in the environment. طبعا الallergic disease بشكل عام بحكولنا انه كثير في منه ناتج عن سبب وراثي ان هو familial، يعني اذا كان احد الوالدين او الجدود وغيره عندهم حساسية من شغلة معينة، ممكن انه الشخص يطلع عنده ايش، حساسية من نفس هاي الشغلة. اكتر اشي بشوفها بحساسية الربيع للورد الشجر وهيك، كثير في ناس بتلاقي الام مثلا مصابة بهذا التحسس، تلاقي اولادها عندهم تحسس، مثلا الجد عنده، الاولاد تلاقي عندهم تحسس ربيع وغيرها. طبعا المادة اللي بتسبب عندنا الالرجي هي الالرجيك رياكشن، اللي بتعمل الرياكشن مع الاميون سيستم احنا بنحكي لها الالرجين، تمام؟ طبعا الالرجيك رياكشن ديستينجويش، يعني احنا بنقدر انه نشوف يعني ونميز ايش هي الالرجيك رياكشن اللي صارت عندنا. ليه؟ لانه مثلا هلا الشخص المتحسس ممكن نلاقي عيونه حمر، ممكن نلاقي عنده صيلان بالانف، حكه وغيرها. هلا السبب الرئيسي انه يصير عندنا الالرجيك رياكشن حكينا انه بتتفاعل ماده مع ايش، مع الاميون سيستم. هلا ايش بيسبب؟ رح يصير عندنا اكسسيف اكتيفيشن لسيرتن وايت بلود سيلز، معناها انه رح يصير عندنا اكتيفيشن كتير عاليه ومفرطه لخلايا معينه من الوايت بلود سيلز، احنا بنحكي لهم الماست سيلز والبازوفيلز، عن طريق تايب اوف انتي بودي احنا بنحكي له الاميونوجلوبولين اي، تمام؟ هلا الماست سيلز والبازوفيلز، الماست سيلز طبعا بنعرف هي اكتر اشي بيفرز عندنا الهستامين، والهستامين هو بيطلع لي ايش، السيمتومز اللي بتصير عندنا بعد هيك، تمام؟ هلا الرياكشن طبعا هذا اللي راح يصير احنا بنحكي له انفلاماتوري ريسبونس، تمام؟ هلا التايبس اوف الرجي، بدنا نعرف انه الرجي، هلا في بعض الناس مثلا بلاقي حساسيه عندهم كتير بتكون قويه، في ناس متوسطه، في ناس بيضطروا انهم يروحوا للمستشفى. ليه؟ لانه ممكن يصير عندهم برونكوسبازم، تضيق بالقصبات الهوائيه من شده الالرجي اللي بتكون عندهم. فهذا احنا بنحكي له كمان انافيلاكسيس، يعني بتكون الالرجي very severe وبتكون life threatening، يعني بتهدد حياة الشخص بالخطر. احنا هون ايش بدنا نعطيه؟ بنعطيه اللي هو injection من الابينفرين علشان نعمل برونكودايليتر عنده ونخفف من allergic reaction اللي صارت. هلا التايبس اوف انرجي، انواع الالرجي حكيت لكم، في منها المايلد، يعني بتظهر ممكن يكون على الشخص تظهر كحرارة، كفيبر، ممكن تكون مثلا ريد بالاي اللي هي كونجكتيفيتي، يعني بيكون عنده احمرار بالعين، اتشز اللي هي عبارة عن الحكة، ريني نوز اللي يكون عنده سيلان بالانف، الاكزيما، عندنا الهيفيز اللي هي زي القشعريرة، تمام؟ وايش كمان عندنا؟ ازمة اتاك، ممكن انه الناس اللي عندهم ازمة اذا تحسسوا من شغلة معينة يصير عندهم الاتاك، تمام؟ هلا حكينا كمان انه في بعض الاشخاص بيكون عندهم سيفير الرجي، فبالتالي هدول طبعا ممكن بسبب انفايرومنتال فاكتور يكون عندنا اشي بالطبيعة سبب لهم السيفير الرجي، ممكن بسبب دواء معين يعني اخذوه. هلا زي الناس اللي عندهم حساسية البنسلين، إذا كانوا ماخذين جرعة عالية ممكن يوصلوا لإيش؟ للأنافيلاكسس، وحكينا بناخذ آي في اللي هي من الإبينفرين. هلا شو اللي بسبب عنا الألرجي بشكل عام؟ يعني الشخص كيف ممكن يصير عنده ألرجي؟ بسبب إيش يعني بده يأكل؟ ممكن بسبب فود، أكلة معينة، في كتير أشخاص بتحسسوا من أكله، تمام؟ ممكن عنا بسبب فينوم،
تمام. هذا الفينوم بسبب ايش؟ يعني بيكون عندنا مثلا اللي هي القرصة بتاعة اللي هي ايش اسمها، القرصة الناموسة، والبيز النحل، تمام، والدبور اللي هو الوابس. هذا كلياته ممكن انه ايش الشخص ممكن بتحسس منهم ويصير عندنا ايش allergic reaction، ممكن يكونوا طبعا severe reaction، تمام. طبعا هاي ايش حسب الشخص. هلا ممكن يكون بسبب medication، بسبب دواء زي ما حكينا، اللي بيكون بسبب pollen، بكون dust mites اللي هم عبارة عن الغبرة، اللاتكس جلوفز، ممكن الناس بتحسسوا من الكفوف المطاطية هيك لما يشلحوها، او انه طول ما هم لابسينها بحسوا بحكة، وبس يشلحوها بيشوفوا لقوا ايدهم حمراء، او الانيمال فور اللي هو عبارة عن فرو الحيوانات، تمام، الفرو يعني بشكل عام. في ناس مثلا بتحسسوا من الصوف، في ايش كمان اشياء بتحسس، زي هيك يعني حسب الشخص ومن ايش هو بتحسس. هلا مثلا هون معطينا سيمتومز مثلا للفود اليرجي. هلا اذا حدا مثلا اكل اشي وهو عنده اليرجيك رياكشن منه، تمام، بحس بابدومينال بين، وجع بالبطن، بلوتينج، تمام، اللي هو انتفاخ، فوميتينج، استفراغ، ديارة اللي هو عبارة عن الاسهال، تمام. ممكن ايش كمان يكون عندنا، ايش احكي لكم كمان، انه ممكن يصير عندنا حكه بالسكن، سولوينج، انتفاخات هاي، ويكون عندنا هيفيز، تمام. هلا بالريسبيراتوري ازماتيك رياكشن، تمام، عندنا ايش كمان، انتيبايوتكس، هاي بحكي لنا، بس برجع بحكي لنا انه كيف الادويه ممكن انها تعمل الرجيك رياكشن، وزيها وحكينا انه سيرتن ميديكيشن رح يعمل ايش سيستميك الرجيك ريسبونس، زي ما حكيت لكم الحساسيه من البنسلين اللي هو انتيبايوتك رح يعمل ايش سيستميك الرجيك ريسبونس، بيكون لايف ثريتنينج، واحنا بنحكي له الانافيلاكسيس. هلا ممكن اورجان واحد بس اللي يصير فيه الحساسيه زي الريسبيرتوري، وممكن مرات يصير اكثر من اورجان يصير له ايش افكتد، تمام، زي الدايجستيف سيستم، ريسبيرتوري سيستم، سيركوليتوري سيستم وغيرهم. هاي ايش بيعتمد على قديش الحاله يعني خطيره، قديش الالرجيك رياكشن كانت عندنا سيفير، تمام. لهون حكيت لكم انه ممكن يصير عندنا برونكو كونستراكشن، تضيق بالقصبات الهوائيه، هاي بتسبب طبعا الازماتيك اتاك، ضيق بالتنفس وغيره، ايديما، تجمع سوائل، هايبوتنشن اللي هو انخفاض بالضغط، او ممكن يؤدي بعد هيك يصير عنده ديبريشن بالجسم، تمام، ويصير عندنا كوما اللي هي الغيبوبه، ولما يصير عندنا غيبوبه بتزيد الديبريشن بالجسم، ممكن يؤدي لايش، للدف اللي هو الوفاه. طبعا حكيت لكم انه في لما يكون عندنا severity type of allergic response احنا ايش بنروح نعطي injection of epinephrine. هلا هاي الرسمه بتحكي لنا، بتبين لنا كيف بصير عندنا release للهيستامين اللي رح يسبب عندنا allergic reaction، تمام. بدنا نعرف انه بفوت الالرجين على الجسم. الالرجين هو عباره عن الماده اللي رح تتفاعل مع الاميون سيستم علشان تعطيني الانفلاماتوري response وغيره، اللي هو عبارة عن الرياكشن اللي بصير علشان يصير عندنا ايش الالرجي. مين رح يشوفها سبيسيفيك اللي هو امين جلوبولين اي انتي بودي. ايش رح يعملوا؟ رح يعملوا اكسيف اكتيفيشن لايش، للماست سيلز. فالماست سيلز ايش بتصير تعمل؟ بتصير تطلع هيستامين كرد فعل علشان ايش يصير عندنا الالرجيك رياكشن والانفلاماتوري رياكشن ونحل الموضوع، تمام. لهون هلا كباتة فسيولوجي للموضوع ايش بحكي لنا. هلا عنا اول مره دائما احنا ما نعرف شغله، بدي اياكم تفهموا شغله. هلا عنا البيتا سيلز اللي موجودين بالجسم، تمام، هم عباره عن اميون سيلز رح يفرزوا الانتي بودي اللي هم عباره الاميونوجلوبولين اي ام جي وغيرهم، تمام، ما علينا. هلا احنا اللي بهمنا هون اميونوجلوبولين اي، تمام، اللي هو خاص بالالرجي. اول مره بفوت عندنا الالرجين اللي هو عباره عن الماده اللي حتعمل رياكشن مع الاميون سيستم، تمام، رح يصير عندنا اكيوت انفلاماتوري ريسبونس، تمام، ورح يكون بطيء شوي. بعد هيك هي رح تحفظ ايش، رح يصير عندنا خلايا، هاي الخلايا مالها رح تكون السيلز
بتكون ميموري سيلز، بتكون عارفة انه انا رح يجي مثلا الارجل لما يدخل بتكون خلص عارفة شو هو، فمباشرة بصير اكتيفيشن للماست سيلز، فبصير عنا عملية اسمها الديجرانيوليشن، فبصير افراز لمواد كتير منها. وهذا اللي بحكي لنا اياه هون، بحكي لنا انه in the early stage of allergy يعني بمرحلة كتير مبكرة رح يصير عنا response the type of immune cells احنا بنحكي لهم البيتا سيلز، هم المسؤولين عن افراز الانتيبادي اللي هم زي الاميونوجلوبولين اي. الاميونوجلوبولين اي رح يروح ينفرز ايش بالبلد اللي هو عبارة عن unbounded، تمام، رح ينفرز بالبلد اللي هو بالدم ويروح يرتبط ومستقبلات خاصة فيه موجودة. وين هاي المستقبلات؟ على other kind of immune cells اللي هم عبارة عن ال white blood cells اللي هم عبارة عن ال mast cells وال basophils. طبعا بعد هيك رح يصير عنا acute inflammatory response اللي هو مباشرة بصير عنا، تمام. هالimmunoglobulin بتكون coated cells بهذا الستيج وبتكون ايش sensitized to the allergen. هلا اذا رجع الالرجن مرة تانية على الجسم ايش رح يصير؟ رح يروح الimmunoglobulin مباشر رح يرتبط بالmast cells او البازوفيلز، رح يعمل activation للmast cells، فبالتالي ايش رح يصير عنا؟ اللي هي رح تصير عنا عملية ايش احنا بنحكي لها دي جرانوليشن، وهاي المرحلة رح تعمل ريليز للهستامين وانتي انفلاماتوري كيميكال ميديكيتر اشياء تانيين، تمام، زي السيتوكينيسز الانترلوكينز الليكاترين والبروستاجلاندين وغيرها، تمام. هذول بيعملوا سيستميك افكت. طبعا هون الالرجيك طبعا هي مش كتير مبينة انه كيف بتم افراز يعني المواد، تمام، مش واضحة كثير الصورة حتى عندي يعني على الكتاب بحاول انه افهمها كلها سودة عشان هيك طالع هيك، وهي مش مهمة يعني بشكل عام، بس بفرجونا انه كيف الماسلز تعمل عملية الديجرانوليشن، فبالتالي بتطلع ايش مواد زي الهستامين هي اللي هون، مواد تانية اللي حكينا عنها وغيره. طبعا هلا الانفلاماتوري ريسبونس رح يصير عندنا بشكل كيف؟ هلا رح يعمل عندنا سيمتومز بالجسم، تمام. طبعا السيمتومز تختلف حسب الالرجن اللي دخل عندنا على الجسم، حسب الشخص كيف هو رح يتفاعل مع هذا الالرجن، تمام. ممكن يصير عندنا فاز دايليشن اللي هي عباره عن توسع بالاوعيه الدمويه، رح يصير عندنا ميوكس سكريشن، نيرف ستيميوليشن، سموث مسل كونتراكشن وغيرها من الاشياء، يعني ما رح نرجع نحكي عنهم لانه نفس اللي حكيته قبل شوي يعني بالضبط، وحكيت لكم يا رح تكون لوكالايزد بالريسبيراتوري مثلا او الجي اي او رح تكون باكثر من مكان، تمام. هيك خلصنا من هون. هلا بدنا نحكي عن الهيستامين. طبعا الهستامين هو عبارة عن مولكيول سمول مولكيول جاي من الديكاربوكسيليشن اوف امينو اسيد هيستيدين، تمام. هلا هون بتبين لنا صورة كيف الماست سيلز لما يصير لها اكتيفيشن رح ايش تروح تعمل، اللي هي تفرز عندنا الهستامين، والهستامين طبعا رح يرتبط بمكانين بالجسم، بعدين رح نرجع نحكي عنهم بالتفصيل بالشابتر اللي جاي. هذا الشابتر احنا رح نتدخل بايش بالهستامين 1 ريسبتر. طبعا الهستامين له 2 ريسبتر، H1 هستامين ريسبتر و H2 هستامين ريسبتر. ال H1 هستامين ريسبتر اللي هو بيكون موجود بالريسبيراتوري سيستم، وخاصه وين؟ بالبرونكاي، تمام، بالبلاد فيزل، بالسكن وغيره. اما تمام ال H2 هستامين ريسبتر بيكون موجود بالستمك، وهو اللي بيكون ايش شو وظيفته؟ اللي هو افراز الحمض المعدة، تمام. هلا ايش بدي احكي هون؟ هذا حكيته بس. طبعا احنا لما بدنا نعالج الازمة بنعمل بلوك لل H1 ريسبتر، تمام، انه هو اللي له دخل بايش بالبرونكاي والالرجيك رياكشن. اما ال H2 هيستامين ريسبتر حكيت لكم موجود بالستمك اكثر اشي، موجود بالهارت بالبلود فيزل، بهذا الستيميوليشن لهذا الريسبتر رح يعمل عندنا سكريشن للجاستريك اسيد. طبعا هاي احنا بناخده بالقرحة المعدة اللي احنا اخذها بشابتر الثلاث اللي جاي ان شاء الله. هلا عندنا الهيستامين انتاغونست اللي هم مثبطات الهيستامين. هلا ايش نعرف انه هم بيعملوا كومبيتيتيفلي بلوك للبايند للهيستامين تو اتش 1 ريسبتر، هم بمنعوا الهيستامين انه يرتبط بالاتش 1 علشان ما يصير عندنا ايش الالرجي، تمام.
طبعا كثير بنستخدمها ل يعني لحد هلا هاي الخاص يعني هذول الأدوية بنستخدمهم للناس اللي عندهم حساسية. تمام، ايش بيعمل؟ بيروح بيعملوا بلوك لانه للريسبتر تاع الهستامين، فبالتالي الهستامين ما رح يقدر يربط بالريسبتر تاعه ويعمل انرجيك رياكشن. حكينا قبل هيك، بدي ارجع اذكركم انه في عنا الريسبتر اغونست، في عنا ريسبتر انتاغونست. تمام، الريسبتر اغونست هم اللي بيرتبطوا بالريسبتر وبيعملوا نفس عمل المادة الطبيعية اللي بجسم الانسان، اما الانتاغونست هم اللي بيمسكوا الريسبتر وبيثبطوه، فاي مادة بتيجي ما بتقدر تركب عليه وما بتقدر يصير لها اكتيفيشن، خلاص هم بيعملوا هذا الريسبتر بلوك، يعني بيكون ان اكتيفيشن. تمام، ايش بنعرف طبعا هلا اللي بيكون عندنا الهستامين 1 يعني الاتش 1 تمام انتاغونست ما له دخل بالاتش 2، يعني احنا اذا عملنا للاتش 1 بلوك ما رح يصير بلوك للاتش 2. الاتش 2 لها ادويه بتعملها بلوك خاصه فيها، تمام، يعني هو ماله سيلكتيف. هلا التريتمنت اوف انرجي، احنا كيف نعالج انرجيك رياكشن؟ يا بنعطي انتي انرجيك دراج، يا الستيرويد، يا عن ايش الانتي هيستامين. هلا بدنا نحكي عن الانتي هيستامين اللي هم بيثبطوا الاتش 1 ريسبتر. طبعا رجعوا عادونا انه هذول الادوية بيعملوا بلوك للاكشن تاع الهستامين عن طريق ايش؟ انهم بيعملوا بلوك للهستامين الاتش 1 ريسبتر، فبالتالي ما بيقدر الهستامين انه ايش يرتبط فيه. طبعا هذول الادوية بدي احكي لكم عنهم معلومة انه احنا بنقدر نستخدمهم بعد ما تصير الحساسية، يعني هم مش كبروفيلاكتيك. تمام، انه حتى بعد ما يطلع الهستامين احنا بنقدر انه نضبط يصير عندنا الالرجيك رياكشن. بس في عندنا كمان ادويه زي الماست سيل ستابلايزر، هاي الادويه اذا طلع عندنا الهستامين خلص ما رح تفيدنا لانها ما رح تشتغل على الهستامين، هي بس رح تشتغل على الماست سيلز اللي بفرز الهستامين. تمام، طبعا عندنا صار عندنا مجموعتين للهستامين اللي هو 1 first generation وطلعنا بعد هيك second generation. ليش طلعنا second generation؟ لانه first generation كان very lipidic وsmall in size، تمام، فبالتالي كان يدخل CNS فرح يعمل عندنا مشاكل زي انه كان يعمل اللي هي نعاس بشكل كتير كبير، كان ايش كمان كان يعمل، يعني كان سيء. تمام، حكينا انه هو رح يعبر البلد برين بارير، حكينا الادوية اللي بتعبر البلد برين بارير لازم تكون very lipidic non ionic وتكون مالها small in size، فكانت هاي الخصائص هي first generation. فعشان هيك احنا رحنا سبلناها بالsecond generation علشان نحد من مشكلة اللي هي النعاس، او مثلا ايش كمان كان يعمل، ممكن كان يعمل بيعمل انتي كولينرجيك افكت، يعني رح يعمل دراينس بالماوث، رح يعمل بلرد فيجن، كونستيبيشن، يعني اشياء كتير سيئه. عشان هيك احنا ما بنحب هاي المجموعه اللي هم زي الارفين. احنا دائما بنحكي هلا دائما الامهات ايش بيعملوا، بجيبوا الولد الصغير بدها تنيمه عندها زياره بطعم الولد معلقة الارفين، الولد بينام لتاني يوم. طبعا هذا كتير غلط، انه بالتالي بعد فترة حيتأثر الـ CNS كامل عند الولد، تمام، عند الطفل يعني كان ولد او بنت. طبعا ايش كمان هم non selective، تمام، رح يعمل anticholinergic effect زي ما حكت لكم، رح يقرروا secretion بالجسم، blurred vision، رح يعملوا رح يعملوا كتير أشياء سيئة. وحكينا عنهم كلياتهم بشابتر واحد، ارجعوا راجعوا الانتيكولينيرجيك. طبعا ايش احنا بنستخدمهم؟ بنستخدمهم للالرجيك ديس اوردر زي الوريتيكاريا، الهاي فيفر، والاكزيما. ممكن نستخدمهم للموشن سيكنس لو عبارة عن دوار البحر، ممكن نستخدمهم للانتي ايميتيك ايجنت اللي هم مضادات للاستفراغ. حكينا الانتي كولينرجيك بيقللوا حركة الجي اي والسكريشن، فبالتالي هم بيقللوا الاستفراغ، انهانس ابيتايت بزيد الشهية، اي اند نويز دروب ممكن نستخدمهم علشان يقللوا من السيلان، انهم بيقللوا السكريشن، سيديتيف هيبنوتيك، حكيت لكم شو يعني سيديتيف، تهدئة هيبنوتيك اللي هو انه ينام، لين انهم بدخلوا سي ان اس فرح يعملوا دراونس، سيديتيف بجرعة اكبر رح يعملوا لي هيبنوتيك وغيرها، ورح يعالجوا الباركنسون انهم اصلا انهم انتيكولينرجيك افكت. تمام،
هلا من السايد افكت حكت لكم اللي هو عبارة عن النعاس والهدوء وانتكرينارجيك افكت، طبعا رح يتفاعلوا مع الكحول. ليه؟ لان الكحول اصلا هو بيعمل سيديشن، وهم عبارة عن اصلا بيعملوا سيديشن، والسيداتيف دراج او هيبنوتيك دراج كمان بيعملوا سيديشن. ايش يصير عندنا؟ بوتنشياشن افكت، فبالتالي بدل ما يصير يعني كدواء واحد بصيروا دويان مفعولهم عالي، فبالتالي احنا بنخاف انه يصير عندنا ديبريشن كامل بالجسم. هاي عبارة عن الأدوية طبعا، وصححوا هذا الغلط. كلورامفينيكول هو عبارة عن مضاد حيوي، وحكينا لا ما لسه ما حكينا عنه، احنا نحكي عنه فارماثري. هي عبارة عن الكلورامفينيرامين اللي هو عبارة عن الإليرفين، وعندنا اللي هو عبارة عن الكليماستين، وهذا الأدوية يعني طبعا راح ابعث لكم اياهم اذا قدرت احطهم تحت هنا تحت الفيديو راح احط لكم اياهم، اذا ما قدرت راح ابعث لكم لينك فيه كل هاي الادويه الموجوده بالصيدليه وجرعاتها. هلا السكند جينيريشن، حكينا احنا طلعنا السكند جينيريشن، هم كانوا اكبر بالحجم، وطبعا هم سيلكتيف واقل بولاريتي من الفيرست جينيريشن، فما كانوا يدخلوا البلد برين بارير، ما كانوا رح ياثروا على السي ان اس، وما رح يصير عندنا سيديشن ولا الدراونيسس ولا الهيبنوسس ولا رح يصير عندنا انتيكولينرجيك افكت ولا هاي الاشياء، وكثير امنين تمام. هم عباره عن اللوراتيدين اللي يعطى للحامل، والديسلوراتيدين الفينوفيكس فينيدين فينادين والستريزين، وفي كتير أدوية تانية كمان بأرجع أبعث لكم إياهم. هاي الجدول بس مصنف first generation و second generation. هاي أول حل للأنرجي تمام، هم عبارة عن مين؟ عن الأنتيهستامين. هلا بدنا نحكي عن المجموعة الثانية اللي هي عبارة عن إيش؟ عن الأنتي ألرجيك دراج، اللي هم عبارة عن الماس سيل ستابيلايزر. حكينا قبل هيك رح يجي عندنا الإيمونوجلوبولين إي تمام. طبعا قبل هيك البيتا سيلز رح تفرز الميونوجلوبولين اي بالدم، الميونوجلوبولين اي رح يروح يرتبط وين؟ بالماست سيلز. فلما يرتبط بالماست سيلز ايش رح يعمل؟ رح يعملها اكتيفيشن، رح يعملها اكسسيف اكتيفيشن، علشان ايش تروح تعمل؟ تفرز الهيستامين، والهيستامين يصير عندنا الانفلاماتوري ريسبونس وغيرها اللي بتصير. فاحنا ايش بنعمل؟ هذول الادويه علشان يمنعوا انه الماست سيلز تطلع الهيستامين، رح يعملوا بلوك للكالسيوم شانل. طبعا هم كتير مهمين الكالسيوم شانل للماست سيلز علشان تعمل ديجريديشن تمام. فبالتالي رح يصير عندنا ستابيلايزنج للسل، ورح يمنعوا من خروج الهيستامين من ايش؟ من الماست سيلز، فبالتالي ما رح يرتبط بالمستقبلات، وانه اصلا ما رح ينفرز. اما برجع بحكي لكم لما ينفرز الهيستامين احنا ما بنقدر نوقف هاي الالرجي اللي رح تصير عندنا. فهذول الادوية احنا بنستخدمهم كايش؟ اللي هي بروفيلاكتيك يعني وقاية، ممكن نستخدمهم كانهيلرز كغيره تمام، نازل سبراي وغيرهم علشان يعالجوا الأزمة. أصلا أكتر إيش إحنا بنستخدمهم في منهم آي دروب للكونجكتيفيتي اللي هي إحمرار العين. طبعا الأدوية هي محاطينهم أكتر إيش معروف اللي هي الكيتوتوفين. وهيك بنكون خلصنا تشابتر 2 اللي هو عبارة عن الأنتيهستامين.